السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تركيبات تجارية. فيديو النهاردة هنتعلم فيه تصنيع صابون السائل، لكن بطريقة مختلفة وخارجة عن المألوف شوية. طريقة النهاردة احنا هنستخدم فيها أكتر من سيرفاكتنت، ومعروف إن استخدام أكتر من سيرفاكتنت في المنتج الواحد بيؤدي إلى زيادة في القدرة التنظيفية بتاعته، حتى لو مستخدم كميات صغيرة جدا من السيرفاكتنت اللي أنت هتستخدمها. النهاردة مثلا احنا هنستخدم سيرفاكتنت هو الفا اولفين سلفونيت، واللي بيرمز له بالرمز AOS. الالفا اولفين سلفونيت هو انيونيك سيرفاكتنت، هنستخدمه النهاردة في التركيب بتاعنا، لكن كل المعلومات هتلاقوها في الحلقة الخاصة بيه في سلسلة اعرف خاماتك، ولو ما كانتش لسه نزلت لحد دلوقتي فهي هتنزل قريب جدا ان شاء الله. النسب المستخدمة في الفيديو بتاع النهاردة هي اقل نسب تقدر ان انت تستخدمها ويبقى المنتج بتاعك مطابق للمواصفات القياسية المصرية، لان المواصفات المصرية بتقول ان انت ممكن تعمل صابون سائل لكن بنسب من المواد الفعالة من 5-15%، وهي نسب مواد فعالة انيونية فقط. والمواد اللي هنستخدمها النهاردة وداخلة ضمن المواد الفعالة الانيونية هي السلفونيك، تكسابون، الالفا اولفين سلفونيت. عشان ما نخش في كلام كتير تعالوا دلوقتي على طول نخش في المعمل ونشتغل عملي. الكيماويات ما بقتش صعبة، سوق الكيميائي، تطبيق اندرويد ومتجر اونلاين، اختار، اطلب، استلم،